خاطرك شي احساسك حي فرفر فرفر. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء مع حلقه جديده من برنامجكم الجماهيري فضفض. شعارنا دائما من المواسم الماضيه لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، فانتم الهدف وانتم المطلب، فما عليكم الا ان تفضفضوا بما شئتم. فاهلا ومرحبا بكم. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. الليوث في ضيافة الفهود الغرفاوية، الأخوية تعودوا على الصدارة والفهود لا زالوا تائهون في جدول الترتيب. مباراة سنتابعها مع جماهير فضفض من المدرجات. والله المباراة صعبة لأنه الفريق مش الغرافة اللي احنا نعرفه من بداية الموسم، مستوياتهم مذبذبة، فاز مباراة واحدة ما كان مغنع فيها لدرجة ان احنا نثق بالفريق. ان شاء الله اليوم نفوز ومدرب ان شاء الله يثبت الخطة وان شاء الله في قوار ان شاء الله باذن الله. والله اتوقع يعني خسارة غرافة 1-0. افا وانت غرفاوي؟ والله شو اسوي، النتائج باينة. مباراة تنافسية ان شاء الله هيفوزوا. والله كل شيء كرة القدم يصير فيها. والله احنا نتمناها للغرافة يعني بأي نتيجة كانت عشان الفريق يستمر على ثقافة الفوز. يعني الفريق يحتاج ثقافة فوز، يعني مباراة مبارتين وراء بعض الفريق ان شاء الله يكون افضل، لكن اتمناها يعني بأي نتيجة بصرف النظر يعني اي نتيجة نتمناها. يتعادلون واحد عادل يرضيك انت كغرفاوي الحين؟ لا ما يرضيني غير فوز، لكن الواقع والله ان شاء الله 1-0 ان شاء الله. خايف يعني؟ اكيد خايف يا اخي، فريق يخوف يا اخي، لازم فريق يخوف. قدك خساره الغرافه 1-0 ان شاء الله. 2-1 ممكن، 1-0 لصالح الغرافه. ذكريات الأمجاد، النجم الكبير محمود صوف اليوم بالمدرجات متابع الغرافة. نشوف اليوم ايش رايه بالغرافة بالوضع اللي هو فيه الحين. كابتن محمود، الغرافة بشكل عام فوز 1 بـ6 مباريات والحين متعادل الان مع الأخوية، كيف شايف المباراة اليوم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المباراة اللي الحين ما انتهت، بس نتمنى ان شاء الله يغيرون شوي المستوى التعبان اليوم. نتمنى الفوز ان شاء الله اليوم. طيب نتمنى الفوز. الجماهير كلها تتكلم من الغرافة مو هو الغرافة، يعني بلا ملامح تائه للحين يبيله، وين العلة؟ والله العلة طبعا ما اقدر اقول العلة، انا في مدرب وفي مسؤولين موجودين. والله اعتقد القسم الثاني راح يكون احسن من كذي، بس اليوم اتمنى الفوز اليوم ان شاء الله نفوز اليوم. مش لازم دائما تأدي وتفوز، اليوم يمكن يخدمنا الحظ ان شاء الله. ان شاء الله الحين صار الغرافة يعتمد على الحظ. ايام محمود صبي كان يفوز بـ4 أو بـ5. لا نفس الشيء اعتقد، في مباريات كنا ننهزم فيها، في سنوات كنا سيئين فيها، بس يعني شوي الروح كان عندنا، الروح شوي احسن من كذي. لب الموضوع الحين صار روح فعلا، تكلم في نقطة جوهرية بأمانة. بأمانة أهم شيء في كرة القدم الروح، إذا ما في روح ما تقدر تسوي أي شيء، احنا في زماننا كان كذي يعني. الروح كان الغرافة كذا مرة أنا قابلتهم وتكلمت معهم يوجهون رسائل للإدارة، يا جماعة المدرب بالطريقة هذه، اللاعب الفلاني ما عنده روح، فلان كذا، ولكن ما أشوف حد صغالهم أو أحد رد عليهم. والله أعتقد الخطأ من
يمكن من اللعيبه. قول لي ليش؟ لان اهم شيء في كره القدم الروح. انا قلت لك الروح اهم شيء. الروح على ايامنا كانوا في فرق احسن منا بس الروح كانت الروح. اذا عندك روح تقدر تفوز في المباراه. ونتابع محاوله انطلاقه فرصه لهدف اول. سيباستيان يسدد كره. والله الغرافه يعني قدم اللي عليه يعني ما قصر يعني. والاخويا بعد قدم اللي عليه لكن الحظ ما حالف حد الفريقين يعني. تنتهي على كذي باقي ثلاث دقائق. باقي ثلاث دقائق لكن لعبهم يعني كله اكثر شيء في الوسط ما في هجوم يعني ينهي اللعبه. اداء الفريق اليوم كيف كان؟ متوسط يعني. قد تكون للاخويا مرور وتسديده. ياتي من عادل احمد. قلت لك فيها جول ولا لا؟ والله ايش اسوي بعد؟ والله جول جاء على اخر دقائق. احنا كنا مسيطرين بس ما صار. ما الحل؟ ليش الغرابه كذي؟ والله ما في محترفين. الله كريم ان شاء الله وهارديك لفريقنا ان شاء الله والله يفوقنا المباراه الجايه ان شاء الله. الحل مع الغرابه؟ اول شيء قالت سيلاس. قالت سيلاس طير سيلاس صراحة. كل مباراة حضرها والغرافة من أول موسم هو خسائر في خسائر. والله خلاص خلي يشيلون المدرب خلاص ما نبي. لين آخر دقائق وخلصها الأخوي عليكم بالدقيقة 90. أصلا ما في فريق غرافة. غرافة أول. الغرافة كان يلعب. لا أول أشباه غرافة. راحوا الفهود. اللي يشجع الغرافة يقولوا ضغط وسكر بسبب المدرب واللاعيبة دي. وبكرة تشوف لو نزلوا. درجة تانية تقول مساعد الألف بحق العالم تكلم. ليش نستوى الغرامة؟ فريق ميت. طرفز مشاهدينا الأعزاء. وصلنا إلى مباراة العربي والسيلية شحاتة والكنزاري. مدرب مصري مع مدرب تونسي يعني خارج الملعب هي عربية خالصة. وأيضا في الملعب يتم